عالم نفس الماني اسمه فيكتور فرانكل اتحبس ايام النازيين ولاحظ في تجربته في السجن ان كان في ناس كتير حواليه بتموت في ناس بتموت عشان النازيين بيقتلوهم في ناس بتموت من الجوع او من البرد وفي ناس كانت بتموت لمجرد انها بتروح للسلك المكهرب وتلمسه بايديها علشان تتكهرب وتموت بعد ما خرج من السجن سال نفسه ليه انا وفي ناس تانية عاشت وناس تانية ما قدرتش تكمل وماتت واكتشف حاجه اسمها المعنى، وكتب في الكتاب بتاعه ان جزء اساسي من الحياه مرتبط بان انا الاقي معنى لحياتي، وان الفرق بين اللي عاشوا وبين اللي ماتوا ان اللي عاشوا لقوا معنى لحياتهم. هل يا ترى في وسط كل الظروف اللي بنمر بيها في مصر هنا وبنمر بيها في العالم العربي نقدر نحلم بحاجه اسمها امل ولا دي مجرد سذاجه؟ هل انا مسؤول ان انا الاقي معنى لحياتي وازاي ممكن الاقي معنى لحياتي؟ خلينا نشوف اجابات للاسئله دي في حلقه النهارده. انت على طول يا مايكل ايه اللي يخليني اكسر يعني يا ميراندا؟ مصدقني عندك حق، الناس الكشريه دول والناس اللي واخدين الدنيا على اعصابهم في الاخر بيمرضوا وما بيعيشوش وقت كفايه وفي الاخر ما بيبقوش سعداء ولا مستمتعين بحياتهم صدقيني الضحك والامل احلى انا مقتنع دايما ان بكره اكيد احلى طبعا طول ما انا عندي امل وطول ما في تفاؤل احسن بكتير قوي من الاكتئاب والاحباط وان انا افكر بس بشكل سلبي البوزيتيف ثينكينج او التفكير الايجابي هو بجد سر السعاده تعالي نشوف النهارده طيب ازاي يعني يبقى عندي امل لبكره تعالى النهارده يا مايكل نتكلم في حلقه مميزه جدا عن الامل وازاي اواجه الاحباط والفشل في نور ايه سعيده يعني الحمد لله اهم شيء الواحد يكون عنده عائله اكيد سعيد طبعا السعاده هي راحه البال والرضا انا سعادتي تكون من تكون عائلتي دائما معايا وبامان أهم شيء الأمل السعادة يكون واحد مرتاح نفسيا I believe that happiness is fleeting <applause> إيه مرضية من كل شيء عم بيصير هيك هي الحياة القناعة كنز لا يفنى مثل ما بيقولوا إيه عندي قناعة واحد عنده احساس بالرضا اوقات بحس بالرضا واوقات تانية لا <applause> لازم اقول عندي امل اكيد اكيد انه الواحد يعني لازم يكون دائما عنده امل انه اللي جاي احلى مهما كانت الظروف صعبه لازم اخلي بأمل امل لما لو ما خليتش في امل ما انا مش هعرف اعيش اكيد عندي امل اللي بيضل عنده امل ايه ممتاز انا بشجعه وبقول له خليك على هيدي الهمه لانه بدون امل انسان ما بيقدر يعيش الامل على طول موجود خاصه اسمي امل <applause> رجعنا لكم تاني في نورتونا ازاي اعيش سعيد واتعامل مع لحظات الاحباط اللي بنمر فيها كتير معانا في الاستوديو آه الاستاذ مايكل الرجائي خادم للشباب <applause> ومعانا مجموعه من الشباب نحب بقى نتكلم مع بعض بس ميراندا تعرفنا أه فيبي آه. عمر مي مارتينا اهلا بيكم <applause> نورتونا أهلا. فيبي قولي بتعمل لي بتعملي لما تكوني محبطه انا بضحك انا احب الناس اللي تاخد كل حاجه بدايه اه يعني مش بحب اوتر نفسي قوي عشان انا مقتنعه ان كل حاجه بتعدي يعني بتاخد وقتها بس في وقت الاحباط عامه يعني ما بكونش مستحمله أسمعك كلمه حتى تعزيه من حد اه يعني اوقات بكون عايزه اتكلم يا اما بكتم الكلام جوايا بس مش اللي هو حد يفضل يقول لي صلي اقعدي مش عارف اعملي ايه لا يعني اخد وقتي وبعد كده ما انا عارفه اني اكيد يعني ما دام عندي رجاء خلاص كل حاجه هتتحل بس اخد وقتي عمر بتعمل ايه وانت محبط هو عموما يعني ما بعملش حاجه معينه بس انا اي حاجه بت... اي موقف صعب بعدي بيه ما... ما بندمش عليه اي موقف انا بعدي بيه هيبقى هيبقى جزء من شخصيتي فانا ما بندمش على حاجه معينه فما فل... ما, ما بحبطش قوي يعني بس انت سهل انك تحبط ولا الاحباط ده بيجي لك كل فين وفين يعني لا على فترات على فترات فترات بيجي انت يا معي أه لا كتير كتير, كتير. واحب افصل يعني ممكن اقرا كتاب روايه اتفرج على فيلم حاجه يعني بتبقى بره الواقع شويه امم بس. عشان تخرجك بره المود اللي انت فيه انسى اللي بيحصل شويه لحد بقى اما افكر واعرف هعمل ايه اتصرف ازاي اوكي مارتينا انا بقى محبطه يعني بحاول اهرب من اللي انا فيه يعني فبعمل حاجه بحبها يعني مثلا اسمع ميوزك اقرا كتاب المهم احاول اخرج من المود ولما احس ان يعني عايزه افرغ كل اللي جوايا يعني بصراحه يعني بلجا للصلاه اكتر وكده اللي هو بحس ان انا بعد كده برتاح وبجدد الطاقه اللي جوايا يعني من كل بس ما ولكن يمكن ما بين معظم الشباب قالوا الهروب في اتنين قالوا وهي برضو في بي قالت انا بهرب وهي برده وفي بيقالت انا بضحك وبحاول ان انا اهرب فكره الهروب في لحظه الاخفاق او الفشل او الاحباط, الإحباط. يعني اظن هو ردود فعلنا عموما بتبقى مع الاحباط متفاوته من حد للتاني نتيجه حاجات كتير قوي نتيجه ونتيجة اللي عاشه نتيجه اللي فيه نتيجه قد ايه هو شخصيته اقوى او بيعدي في الظروف بس غالبا كتير يا اما الهروب بيبقى لوحده يا اما في العكس بيبقى عايز ينخرط وسط ناس ويعمل حاجه مختلفه عن اللي بيعمله بس في النهايه انه مش بس الاحباط بيأثر على كل شخص بطريقه مختلفه من التاني حتى معدل الاحباط يعني مثلا في حد اقل حاجه قد كده تلاقيه داون على طول من كلمه اه وممكن حد تاني فين وفين تستغرب ايه ده هو انت بتحبط زينا كل الناس كده انت بتحبط زينا آه فده موجود وده موجود وده ليه علاقه بشخصيه قوه شخصيه كل حد واللي عدى بيه وفي نفس الوقت رد فعل كل واحد بيختلف عن التاني. بس في ظاهره دلوقتي بدات تنتشر ان انت لما تلاقي ناس ك... واحد كئيب شويه او عايش الكئابة وبيتعامل معاها ويتعايش معاها يقول لك شخصيه انت دراما ولا ايه؟ ف... والكلمة دي برده بتجرح يعني انك انت تحسس اللي قدامك انك انت شخصيه كئيبه برضو كلمه بتضايق فنتعامل معاها ازاي؟ يعني انا اظن انه في ناس بطبعها تميل للشخصيه بتقابة. يعني ما هو لو تميل كده يبقى مش حلوه يعني تميل للعزله ان هو يبقى لوحده بيبقى مع نفسه كده يعني تلاقي بيتوهج لما يبقى مع لوحده لما يقعد يقرا لما يقعد كده والناس في دنيا هاديه هو تالقه وتوهجه هو لوحده في ناس تاني العكس يعني لو قعد لوحده يحس ان هو هيموت مش قادر عايز حاجه غلط في حاجه غلط عايز يفضل قاعد وسط الناس و... انت استمتاعه بان هو يبقى بره نفسه فاظن هي ليه علاقه اكتر بالشخصيه عايز اقول لك الاولاني ده لو لقى صديق بجد وحد قريب بيبقى دوائره تبقى قليله لي يعني مثلا يبقى صاحب واحد يبقى قريب منه جدا ويبقى على طبيعته جدا معاه ما ده الجزء اللي انا عايز اسالك فيه برضو ازاي بقى انا اعيش السعاده يعني او ادور عليها يعني ادور على حد مثلا زي عمر يبقى قريب مني فاعرف اعيش السعاده ايه الحلول؟ يعني اظن انه حته السعاده ديت واحده منها اللي احنا بنقولها ديت اللي انت لسه قايلها انه يبقى عندي دايره من الاصحاب من مثلا. الاصحاب خليني اقول لك المشكله ان مسببات الاحباط بقت كثيره قوي يعني مش عارف انت يعني هنحكي آه، فيها اكتر ولا بس لا بس مسببات الاحباط بقت يعني ممكن الشباب عايزين نعرف اه نفسهم يقولوا لنا ايه اللي يضايقكم؟ ايه الحاجات اللي بتسبب لك الاحباط؟ وانت في السن ده يعني بلاش الحاجات اللي هي العامه بتاعت الكبار وكده لكن هو قتل الشغف او الطموح او ان يبقى حد من اهلك مش موافقك في رايك ايوه ده دي اكتر حاجه في سننا ده تقريبا بت بتسبب احباط بس تقريبا هي دي اكتر حاجه يعني ممكن انا مريت بمواقف زي دي بسبب ان انا محدش ما حدش يعني عايز يساندني مثلا في موهبه معينه او في حاجه فده بيؤدي للموضوع ده بيؤدي للاحباط قوي. ده حصل معاك في الحته بتاعت الكليه ولا لا؟ اه حصل معاك طب ما ده كلية ايه خبره تحكيها لنا دي بقى أوه. انا في اداب قسم دراما ونقد مسرحي. <applause> انا كنت في تجاره في الاول وبعدين والدي مش موافق خالص على فكره ان انا احول انا كنت عايز احول معهد سينما في الاول. والموضوع كان صعب قوي ورافض خالص تماما ان انا احول وبتاع. ااا أه فيعني هو شايف عموما ان الشغل في المجال ده ده غلط يعني ده, شيء غلط عموما وهو بقى يعني غلط من ميجرز دينيه مثلا عنده تمام آه. ف يعني الموضوع كان صعب والموضوع وانا اصريت عليه يعني فبعد كده هو كان الموضوع ان انا يعني اصريت عليه ازاي بقى انا عايز اعرف يعني فكره التعامل معاك ومع الوالد م. اتصرفت بيه ازاي؟ لا هو الوالد صار يعني اللي هو خلاص يعني هو يعني انا قلت كلمتي اه بالظبط أوكي. أكمل في التجارة وأنا لا، أنا أصريت برضو لا. قعدت سنة، كنت سنة في تجارة، السنة دي أنا اشتغلت فيها، ما كنتش على طول في البيت. يعني السنة دي ما دخلتش الامتحانات أصلاً، ده مم. اشتغلت في السنة دي. سقطت نفسك مثلاً؟ بالظبط، ما دخلتش الامتحانات أصلاً. ما دخلتش الامتحانات أصلاً. <applause> أصلاً. وكملت السنة دي بشتغل وبتاع، وبعدين كنت على أساس إن أنا السنة الجاية أقدم في اختبارات معهد السينما. بعد كده سمعت عن القسم بتاعي ده في الكلية، فهو كان قريب شوية منه. من القسم اللي انا عايز أقوله في معهد سينما يعني م. فكان الموضوع ان انا يعني معهد سينما شويه الناس بتقول واسطه او مش سهل ان انا ادخله او آه. كده فانا جربت الموضوع ده وقلت لها لي اختبار برده وعديت منه الحمد لله طب كويس دي حته الامل والتمسك بال... ده بالحلم ده آه. اول يعني ده اول مسألة ان انا بعيش حياه مش بتاعتي او بعيش اللي بيقول اللي بيقولوه لي الناس انه آه آه انا لما جبت مجموع اهلي كانوا عايزيني في هندسه وانا مش شايف نفسي في هندسه خالص انا مش عايز ابقى في هندسه انا عايز ادخل فنون جميله بس ده هيطلع تطلع ايه يعني رسام يا جماعه انا مبسوط بان انا ابقى كده فده الصراع بس بس الصراع دوت يعني ساعات بيكون آه الاهل خلينا برضو نتكلم من وجهه النظرين يعني طبعا اول ماي ريسبكت للشباب بس ساعات مثلا بيكون آه بابا حتى لو مش هو ده مثلا عمر كيس ميجرز دينيه بس في كيسز ثانيه آه انا شايف ان انت هتخشي كليه سوق العمل فيها بعد كده قليل يعني آه احنا الحمد لله احنا معظم الشباب اللي بيجوا في الفيلد بتاع الاعلام هو حاجه انترستنج جدا وطبعا كله عايز يشتغل حاجه بيحبها وفيلد الاعلام انا معاكم جدا ان هو فيلد لطيف بس هل السوق هيستوعب كم الناس اللي في اعلام واداب اعلام وماس في جامعه ايه واداب نقد مسرحي ودراما فساعات بيبقى الاهل شايفين حاجه فمن ده بيزقوا الـ الـ ابنهم او بنتهم انه لا بلاش الكليه دي لان انت مش هتشتغلي بيها بعد كده فبيكون عندهم وجهه نظر هو السؤال هو في ايه مضمون انه ده بشتغل بيه ولا يعني حاجه يعني <applause> هي الفكره انا اشتغل ولا بش... حاجة اه يعني انا اشتغل بشغفي بالحاجه اللي انا مبسوط بيها واللي انا حبيبها حتى ولو حتى ولو مش بتجيب الدخل او مش شايفه ان المستقبل بس انا موجود في الحته الحلوه خلينا نرجع طيب لفكره الامل يعني انا عايز برضو نرجع لحته الامل والتمسك بالحلم فما ايه الحاجه اللي ممكن حسيتيها هتهرب منك وانت عايزه تمسكيها هي برضو تعتبر نفس الفكره بتاعت عمر هي نفس القسم برضو اللي انا كنت في كليه كنت تجاره برضو وحاولت وبرضو كان عندي مشاكل مع اهلي بسبب التحويل بس هنا بقى بس يعني زي ما هي قالت عشان فكره الشغل اكتر مش فكره دينيه يعني بس إن هي شغل هتشتغل ايه يعني ما مش حاجه في مسرح او الكلام ده دلوقتي مم. بس فيبي قولي لنا انا برضو كانت حاجه زي كده بس انا اوريدي دخلت بزنس كنت عايزه ادخل ماسكوم عشان كنت حابه حاجه تبع صحافه ودوبلاج مش حابه دوبلاج قوي برضو ماما قالت لي مش هيبقى فيه شغل فلما خلصت بزنس بدات اخد كورسات دوبلاج ساعتها بابا لما حس ان انا دخلت في الفيلد قوي قال لي اللي هو لا انت هتدخلي قوي وانا مش ضامن المكان المجال كله عامه آه. فقال لي لا استوب كده وبلاش بس انا لا بحاول يعني مش هسكت مم. على الموضوع تفتكروا ان احنا نفكر ان ف.. ب.. ب.. يعني حد نقول لك خلي عندك امل دي كلمه تدعو للحماقه يعني احنا كده اللي هو فكره تعيش بالامل دي حاجه تقولوا ياه وفي امل بقى لا بالعكس ما مش حياه من غير امل اصلا هي اللي يفقد يعني اللي بيفقد الشغف وبيفقد الامل بيصاب باكتئاب بيصاب انه وممكن بعدين يؤدي لحاجات كتيره بيؤدي للانتحار ويؤدي الانتحار قصص كتيره بتحصل مم. فلو انا فقدت ان انا ابقى عايش لحاجه لو فقدت ان انا ابقى يعني مثلا م م مفيش مثلا أو مش مفيش بس يعني ما سمعناش عن أم وملخومة بعيالها وعايشة عشان هدف وبتقول لك إيه طب أنا خلاص. يعني عادة اللي مشغول بحاجة وعنده أمل لحاجة أو عنده شغف بحاجة أو حياته مليانة بـ بـ بحاجة مهتم بيها مسؤوليات كمان. مسؤوليات واهتمامات. الحاجتين دول مهمين قوي وسلام بقى لو المسؤوليات والاهتمامات دول في شغفه. يعني أنا مبسوط بيهم. يعني إيه اللي يخليني أفقد الأمل؟ إيه اللي يخليني بقاش عايز أبقى أه أه بكمل تاني ايه اللي بيخليني اصاب بالاكتئاب ده جزء طبعا عايزين نعرف أو. طيب ايه اللي بيخليني اعمل كده ايه اللي يخليني اعيش بامل فعلا في حياتي لو نزلنا على ارض الواقع اظن ان انا ابقى موجود في الحته اللي انا آآ آآ مبسوط فيها م. الحته ان انا مع الناس اللي انا مبسوط معاهم يعني مثلا لو انا بشتغل في حته او موجود في حته والناس اللي فيها انا مش مبسوط معاهم بشكل او باخر لازم يبقى عندي البديل ان عندي اصدقاء بقابلهم أه بخرج معاهم فبيعوضوني الجزء اللي قتلني طول اليوم ده، الى ان اقدر اغير المكان اللي انا فيه دوت. يعني أقصد قصدي اقول انه المجتمع اللي انا فيه واحده من الحاجات بيشجعني بيشجعني فكره الشجاعه برضو فكره التشجيع، فكره ان يبقى فيه ناس بتشجع، احنا في عالم منزوع التشجيع، م. حد بيشجع حد، يعني آه يعني فين وفين لما آه آه بتلاقي حد بيقول هاي اللي انت عملته ده حد جاب نظاره جديده لسه النظاره دي جايه من فاتنين او انت ما لقيتش يعني انا خلاص عايز ألح على طول ايوه ما لقيتش احلى اتشغل من ندارة. اللون ده آه طب وليه مدوره مش أيوة. مربعه ولو كنت جبتها مربعه ليه مش مثلثه بقى ممكن ده لو تعليق على حاجه تي شيرت قميص لكن حاجه ده انا هتفضل في وشي طول النهار قبل كده بوست قبل ما نصور آه جميل جدا يقول لك لو اللي انت لابس شميس حلو قول لي الشميس ده حلو لو راشش برفيوم لطيفه قول لي ريحتها حلوه فالكلمه بتفرق برضو جدا في نفسيه الواحد ده ده مجتمع والمجتمع بتاع السعاده يعني هو كوكتيل السعاده والامل بتاع معدي يعني لما اكون وسط مجموعه بتعمل كده يعني لما تبقى في وقت مع دكتور بيشجع تلاقي الدفعه كلها والمجموعه بتشجع بعض لو واحد عمال يطلع سلبيات هيبقوا ال... هم ال... الدفعه نفسها بت... بتكره, بعد بتكره أو بت... وتسخف على بعض او بتسخف على بعض مين بيشجعك <applause> اكتر حد بيشجعني هو عائلتي الصراحه يعني على طول بيبقوا معايا وكده بالذات بابا يعني بيشجعوني اي حاجه يعني مثلا سواء <applause> نشاطات او في الدراسه وكده يعني دايما بستمد منهم لما ببقى في وقت احباط او كده بستمد منهم مين بيحبك المجتمع عامة يعني مثلا الناس ممكن حد يبقى مثلا ماشي يدي أي كلمة كده ممكن هو مش قاصد بس هي بتأثر جوانا تحبطنا آه. اه طبعا فالفكرة إن إحنا ما نسمعش للناس دي أو يعني أي حاجة سلبية إحنا إزاي ما ندلهاش ودننا م. لأن هي بتأثر علينا جامد و... وكده يعني هل في تجارب إحنا ناس نعرفهم ممكن نتكلم عنهم خرجوا من احباط شديد جدا لحاله من الامل والنهوض وكسروا كل الحاله القديمه اللي كانوا فيها وبقوا من ناس تانيين؟ آه يعني اظن في في مجتمعنا مثلا عندنا الدكتور مجدي يعقوب مثل م. للشخص كان ممكن يـ 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 يحبط يـ مش بس يحبط يحبط ويلتزم بالنظام بيقوله مم. هو دي مكانك وده اللي هتعمله ودول الحتتين ال اللي انت تشتغل بيهم وده السبيس بتاعك ده السبيس يعني. بتاعك <applause> فانا انا لما كل ما اقرا قصه الراجل ده لسه قريب عاملين له زي ميدان وتمثال في <applause> <applause> اسوان انا كل ما اقرا القصه الحقيقه اقول ايه ده ازاي شخص عارف هو عايز يعمل ايه ويحقق ايه مع العالم يعني في قصه منتشره ما مدى مصداقيتها عن الدكتور اللي قال له مت ما تنفعش ومش عارف ايه وكده الموضوع مبهر شخص عارف هو عايز يعمل ايه ومصر إنه يكمل في في السكه بتاعته الامثله اللي في مجتمعنا المصرية خلال التاريخ تحصين إيه. مثلا يعني شخص مش بي يعني لا يبصر مش مش بيشوف وبقى في حته اللي بيشوفه مش بيعملوها حتى كلها المفروض يبقى بالنسبه للمبصرين لازم تبقى مبصر عشان تكتب وتحاضر وتقرا م. فلا الـ الـ الامثله الموجوده اللي عايزه تكمل وعايزه تعمل حاجه كتير في, في حاجات فيديوهات كتيره موجوده ناس بداوا مشاريع صغيره بفكره حد واحده اعرفها كانت عندها مشروع بسيط انها تعمل اكلات وحاجات للاطفال كوكيز وحاجات برسومات وحاجات فالناس قالوا لها هتسيبي ال البيزنس بتاع الشغل آه. بتاعك انت شغاله سكرتير انا هعمل ده بقت دلوقتي مش بتلاحق على الاوردرات اللي بتعمل حاجه كده غريبه جدا اللي بيكون يكون مصدق في نفسه هو اللي بيوصل اكتر يعني طب تفتكروا شباب الجو العام بقى الحاله السياسيه وحاله انه الحاله الاقتصاديه كمان في البلد يعني احنا بلد عندنا شويه مشاكل البلاد العربيه كلها مش احنا بس حقيقي دلوقتي في مشاكل اقتصاديه وفي مشاكل سياسيه في البلد وثورات اه وثورات الربيع العربي اللي هرتنا <applause> كلنا تفتكروا ان دي ممكن تاثر شويه على الامل ان هو يكون عندنا امل اكيد امم اكيد ليه بقى يا اكيد علشان الثوره عامه يعني بيكون مثلا في مشاكل بتتبعها اجتماعيه او سياسيه فطبيعي انها تاثر عليك ان الحاله السياسيه بتتغير البلد فطبيعي انت كانت هتتغير مع الحاله السياسيه زي مثلا من من مثلا من قبل مثلا الثوره كان نوع اصلا الفكر بتاع الناس مختلف عن بعد الثوره طبيعي يعني زي الشعوب بتتجدد زي ما الجلد بيتجدد طيب فيبي يعني كله على حسب الشخص ذات نفسه اهم حاجه يكون نفسه طويل وعنده صبر لان آه. دايما اللي بيصبر بينور في الاخر مم. حلو قوي ممكن حد عمر يكون عنده صبر صوي. صبر مش صبر اكتر من كده كملت سنه كامله في جامعه عشان اشوف اللي انا آه. عايزه حضرتش فيها اصلا اه بس صبر. بس كنت على قوه الجامعه في السنه آه. دي آه. مارتينا شايفه ايه آه الفكره ان لما الواحد يقع يعرف يقوم تاني لان الظروف اللي حوالينا فعلا بتسبب الاحباط و يعني لو قعدنا نبص ونفكر يعني فعلا ها كل واحد هيتعب ومش هيقدر يكمل لكن الفكرة ان انت لما بتقع تقدر تقوم تاني و... وتكمل يعني حلوه النقطه دي يا مايكل يعني فكره ان انا بعد لما اقع ازاي اقف تاني ممكن تد... تقول كده ايه الاساليب او نقف ازاي بعد ما نقع خليني اقول بس حاجه على اللي في الاول دي ديت انه فكره مثلا الـ الـ بسبب الظروف الاقتصاديه او السياسيه او او انه الـ الـ الامل او الاحباط بيزيد الحقيقه انه اعلى نسب ثلاث نسب انتحار في العالم في اغنى ثلاث بلاد في العالم اه فالموضوع مش كده بالعكس انا هقول يمكن وجهه نظر يعني مختلفة، أنا بالعكس أنا الثورات بتديني أمل عارف أن الفكرة أمل في التغيير إن في إيه ده؟ تغير آه إحنا ب... يعني بغض النظر عن استسلام لفكرة إنه الدنيا مشيت غلط، مش ده آه. موضوعنا دلوقتي آه. إنه بس لا الثورة بتقول إنه في ناس شايفة إنه بس في بلاد غلط. كتير مشيت صح في بلاد كتير مشيت صح، الثورة الثورة الفرنسية ليه غيرت مسار العالم كانت بسبب إنه لا إحنا رافضين ال... الوضع ال... الغلط مش عايزين ندخل في تفصيله سياسيه وايه اللي حصل بس آه. لا فوائد كثيره انه صارت تديني امل كميه الامل اللي حصلت في الشباب بعد الثوره ان كله قال ايه ده احنا ممكن بغض نظر انه الكيرف بينزل في اوقات وكده فلا الثوره ساعات او او عدم القبول للواقع بيخلينا يتجدد فينا الامل آه. الفكره بقى في اللي هو ان انا انه ازاي آه لما آه يبقى عندي القبلية ان انا ابتدي من جديد لا ايوه بأ... بالظبط سوري إن, ان انا لما اقع اقف تاني انه انه انا لما اقع ابقى بكمل تاني ايدي ليه مقوله مشهوره جدا انه اكتشفت 99 طريقه ناجحه لا تؤدي الى اختراع المصباح <ممم> تس... لا تشمتي بي عدواتي كمان اذا سقطت إن اقوم, <مم> أقوم. انه لما اقع انا هقوم هو الـ 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 الفشل ده معناه ان انا بنجح معناه ان انا بحاول تاني هي امتى انا ابقى فشلت او امتى نسمي اللي حصل ده احباط او فقدان امل لما ما اقومش تاني أوكي. لكن طول ما انا بقوم تاني يبقى في يبقى في امل يبقى في محاوله يبقى انا اه بس انا برضه عايز اعرف ازاي اقوم يعني صح. انا اعمل ايه صحيح. بقى ك... كمايكل عشان اعرف بعد لما وقعت اقوم بقى يعني انا انا في بالي ثلاث حاجات خليني اقولهم كده ببساطه الحاجه الاولانيه وجود مجتمع يساعدني على ده يعني للاسف يعني انا يعني لازم يبقى حواليا ناس يعني لوحدي للاسف دي ضروره ضروره فاللي بيبقى لوحده اذا سقط مش هيلاقي اللي يقيمه، الاثنان اثنان, اثنان خير من واحد، مم. الخيط المثلوس المجدول ثلاثة كده مش بتقطع بسهولة. لكن ال... الوحده... ويلو اللي لوحده اللي لمن هو واحد. وحده، مم. يعني سليمان الحكيم قال الكلمة دي ويل لمن هو وحده، اللي لوحده ده الموضوع بالنسبة له صعب، فأنا محتاج يبقى عندي حواليا مجتمع من الناس، المجتمع ده على فكرة ممكن يبقى شخص مم. أو اثنين، يعني مثلا هنا في شخص اسمه بابا أو عيلة ممكن للاسف مع ناس تانيه العيله هي اكتر مكان بيحبط ممكن يكون محبط فمش عارف انتوا ليكوا يعني ممكن تشاركونا بخبرات ايه المجال المجتمع او الناس اللي ممكن تكون بتشجعكم صحاب مثلا اه بالظبط صحاب او مدرسين حتى أو مدرسين اه مدرسين اه بالظبط او اكيد افراد من من العيله ف يعني اعرف حد مثلا خاله باباه ومامته محبطين لاقصى درجه دايما يقعدوا له شايف بنت عمتك شايف ابن الجيران شايف جابت كام وانت جبت كام طلع الاول اللي مشجع يكلمه في التليفون عشان يتشجع يطلع, يطلع بمواد يقول له يروح مكلم خاله مك... أبو أمه الاثنين بيأذوه يروح مكلم خاله يقول له ولا يهمك ايه يعني تعالى لي المحل ويروح له المحل ويقعد معاه ويحكوا مع بعض ويعزموا على الاكل يقول له ولا يهمك هتعدي السنه الجايه ايه الموضوع ده طب الحافز الذاتي ان انا ازاي بقى اوصل لمرحله ان انا آه انا هحفز نفسي انا هشتغل على نفسي انا بكون من جوايا في حاجه بتقول لي لا قومي كسري اللي حواليكي انت قادره انت شاطره حد فيكم بيعمل كده حد فيكم بيقعد يقوي نفسه بالكلام اهم حاجه <تصفيق> 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 اهم حاجه ان انا احط لنفسي مثل اعلى أوه. يعني مثلا لو انا عندي مثلا اعلى انا هبقى ماشي على خطواته وهعرف ازاي ممكن اوصل له فده ممكن يديني امل يعني هو ازاي ظروفه كانت وحشه في الاول وقدر يتخطى الظروف دي يعني اعظم الناس كانت ظروفهم وحشه جدا في الاول فيعني <applause> هو عدى الظروف دي كلها وقدر يوصل للي هو فيه ان انا ابص على القصص دي يعني قصص الناس اللي بقت عظيمه دي عدت بكل ده ازاي فده برضه بيدي بيدي امل بيدي امل ان انا اقدر ابدا تاني يعني انا ظروفي مش اوحش منهم ايوه تمام مايكل نورتنا جدا شباب مكملين معانا وهنتكلم بعد الفاصل ازاي يبقى عندي امل جديد لبكره هو ببساطة بيت الفرح احنا بدأنا نخدم معاقين سنة 93 كنت بخدم في الكنيسة كاثوليكية في إيمان ونور معاقين. وظهرت مشكلة رئيسية جدا إن كل حد من الآباء والأهل بيتوفى الولاد ما بتعرفش تروح فيه الأجواء في بيت الفرح احنا عيلة أب وأم ومعانا جوي وجوشوا جوي جت البيت هنا كانت عندها سنة ونص جوشوا اتولد في البيت النهاردة جوي عندها 11 سنة وجوشوا 8 سنين احنا كلنا عايشين مع بعض ومعانا ولاد معاقين عايشين معانا بيباتوا معانا في نفس المكان في نفس الشقة المقيمين فيها الولاد بيتعاملوا مع بعض انهم اخوات بنطلع رحلات مع بعض بنعيش زي اي بيت ومن هنا ظهرت فكرة انه في يوم الايام بعد ما اتجوز هيبقى عندي بيتي مفتوح للاشخاص ذوي الاعاقه ما اقدرش اقول انه الموضوع بالسهوله اللي ممكن اتخيلها لا الموضوع فيه دموع وفيه تعب وفيه الم لكن في نفس الوقت لما بتشوفي انك بتفرقي في حياه حد بتشوفي بريقه امل فيهم ده ينبوع سعاده غير طبيعي لما بتقدمي حب للناس وتقدمي دعم للناس اللي حواليكي بتكوني في قمه السعاده أكتر حاجة بتديني أمل لما أشوف ضحكة طفل معاق أو ضحكة طفل عموما بتفرق كتير لأن المعاقين بالذات المعاقين ذهنيا مش بيدوا ضحكة لأي حد بيحسوا بالناس اللي بتحبهم بجد فلو حد بجد ضحكلك بجد يبقى هو بجد بيحبك بجد وحس بالحب من جواكي الشغل بتاعت الورق فن لف الورق دي جت في انه انه الولاد لازم يعملوا حاجه ويطلعوا طاقتهم في حاجه وحاجه مهمه فجت الفكره ديت اني اعاده تدوير الورق كل الشغل ورانا دوت ده ورق بيتقص بطرق معينه وبيتلف بطريقه معينه ونبتدي من نعمل منه اكسسوارز ونعمل منه طبلوهات ونعمل منه حاجات للكريسماس ونعمل منه حاجات للبيت مقالم وحاجات كده الولاد بيحسوا بانجاز وبيحسوا ان هم فعلا بيطلعوا انتاج حلو وبيبقوا مبسوطين جدا لما حد بيشتري منهم ويحسوا ان هم فعلا هم اصحاب الفكره وهم اللي بيشتغلوها رجعنا تاني معاكم ونكمل كلامنا عن الامل وكيفيه مواجهه اي احساس يجنب الإحباط بالاحباط والفشل ومنورنا في الاستوديو ضيوف جمال جدا منورانا دكتور نيفين عادل اخصائيه امراض البطنه ودبلومه المشهوره حاصله على دبلومه المشهوره من انجلترا وصاحبه كتاب واقول ايضا افرحوا وده مهم جدا <applause> ومعانا كمان منورانا ياسمين عيد ومصطفى حسني من مبادره بدايه حياه اهلا بيكم اهلا وسهلا بيك هنتكلم النهارده عن الامل و... وانا عارفه انتوا عندكم قصص جدا عن الامل لكن خلونا نبدا مع دكتوره نيفين. آه طبعا. دكتور انا عايزه اوصل للامل، عايزه اوصل ان انا اكون على طول آه عندي حلم كبير مثلا عايزه اوصل له وعندي امل فيه، طول طريقي بقى وانا ماشي لغايه ما ريتش الحلم بتاعي دوت، المفروض يكون سلوك ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ هو الجميل انه الواحد حتى في الرحله، يعني إذا قلنا الهدف ده حاجة في رحلة، في ساعات ناس بيبقى حاسس أنا هنبسط لما أوصل للهدف أو هوصل لنهاية المطاف، لأ الشاطر هو اللي بيستمتع بالرحلة، يعني الرحلة دي فيها أهداف صغيرة، فيها حاجات صغيرة إزاي إن أنا الحاجات الكبيرة بفصصها لحاجات صغيرة وكل حاجة ليها معنى، كل حاجة ليها قيمة، كل كل عمل صغير، يعني أنا خليني أكون عملية مثلا في في شباب علشان يحقق حلم كبير مثلا بيعمل حاجات صغيرة هفترض انه يمكن ربما ما عندوش عربية بس هيشتغل في اوبر مثلا الاوبر ده هو ممكن يخلي الشغلانة بتاعته دي لطيفة بيتكلم مع الشخص بشكل جيد يقوم ياخد نمر اعلى وبالتالي يتقدم اكتر الريت بتاعه يبقى اعلى وربما يقول يا هو ادينا الشغلانة اللي ما ادي زماننا وحياتنا ويلاقي ان هو اثناء الرحله مش قصدي رحله اوبر اثناء رحله <applause> الحياه <الترميل> <applause> 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 يعني الدنيا الدنيا شكلها جميل فهو بيحاول انه في الحاجات الصغيره اللي هو بيعملها بيعمل شيء جميل انا افتكر قصه مره كان كانوا راحوا لعمال بتبني مبنى يعني فواحد بيقولوا له انت بتعمل ايه قال لهم اهو رزق العيش يعني اكل العيش صعب انا اهو بشتغل بنا وبشتغل يعني عشان اجيب فلوس واحد تاني كان يعني كان صنايعي شاطر شويه فقال لهم بتعمل ايه قال لهم انا صنايعي شاطر في البنا انا ببني حلو فدي حاجه انا بحبها يعني مبسوط منها بعمل حاجه زي كده سالوا الثالث قالوا له انت بتعمل ايه قال لهم انا ببني كاتدرائيه يعني مع ان هو يمكن واخد حيطه صغيره، مكان صغير، حاجه، لكن هو بالنسبه له ايه؟ لا انا مش بنا ولا بعمل وظيفه، لا ده انا 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 جزء من كاتدرائيه كبيره هتديني الكتير فالحاجات الصغيره الواحد مبسوط منها او مستمتع منها تخلي الرحله يعني دمها خفيف يعني المفروض. طيب ياسمين ومصطفى، ااا مبادره بدايه حياه. يعني اتكلمنا عن اسم بدايه حياه يعني زي ما نسمع حياه يعني حاكلم الامل بقى فنبدا أه. البدايه أولها بقى طب ياسمين <applause> كلمينا كلمينا بتعملوا ايه في المبادره <applause> فكرتوا فيها ازاي يعني <applause> هو احنا كنا الاول بدانا المبادره ان احنا تشايلد اورينتد ان احنا بنعمل للاطفال اعمال فنيه او بنشتغل على ادراكهم اكتر يعني هما كانوا بيخافوا من الدكاتره عامه يعني لو انا لابسه ابيض دي خافوا مني انتوا كلكم دكاتره آه لا انا مهندس مدني اصلا احنا, م... م... أحنا مختلفين آه م... عشان <applause> عارفه ان ياسمين صيدله عشان جبت كارتكم ومجموع دكاترة؟ احنا مختلفين وكمان معانا ناس كبيره في السن فمفيش لا مش مش تبع السن خالص آه. آه فكنا بادئين ان الاطفال بتخاف حتى من الادوات الطبيه فبدانا نجيب مثلا الجلوفز او الحاجات اللي بيستخدموها ونعمل منها ارت فنشتغل على الادراك العقلي للطفل انه لا بيشوف الحاجه مش بنظره سوداويه يعني آه. آه. كمان في المستشفى يعني حتى احنا بعد ما بنخلص الورش والاطفال حتى تخرج من المستشفى امهاتهم بيكلمونا يقولوا لهم الاطفال عايزين يجوا يقعدوا معاكم في الورش اه فبدانا الورش جوه المستشفى بس ولا ليكم مقر بره ممكن تشتغلوا لا لا بتبقى كلها في الاماكن اللي هي اوريدي احنا موجودين فيها سواء مستشفى او دار ايتام او وات هو فين المكان فبيبقى آه. في المكان نفسه اللي احنا فيه <applause> فبعد شوية يعني بعد خرجنا قلنا احنا مثلا بنقعد مع الطفل ساعتين أربعة في الأسبوع فبرضه التأثير مش هيبقى أكتر لو احنا بدأنا نشتغل على الأم كمان الكوميونتي اللي الطفل اوريدي بيتربى فيه <applause> فبدأنا إن احنا برضه نشتغل مع الأمهات نفسيا إن احنا نعمل عندنا زميلتنا وأسماء بتعمل أرت برضه للأمهات يعني كنفا كروشيه الحاجات دي ياسمين قولي لي طيب الحاجه اللي انتوا بتقدموها دي بتفرح ناس كتير انتوا شعوركم ايه بتحسوا بايه لما بتقدموا الامل والفرحه للناس تانية؟ هو اصلا الموضوع بيبدا من ان انت بتدخل مجتمعات هم من قبل ما يعرفوك هم حابينك اصلا مصطفى بس محتاجك تقول لي الفكره برضو جات ازاي يعني انتوا كجروب شباب قعدتوا وفكرتوا في ايه عشان انتوا تبعتوا الفرحه وتقابلوا الولاد دول فتغيروا من الاكتئاب اللي عندهم وتحولوه لسعاده تمام <applause> احنا من حوالي يعني دلوقتي يمكن 11 سنه بقى احنا اوريدي متطوعين في مستشفى 57 بتاع سرطان الاطفال طبعا معروفه يمكن هناك في المستشفى في اوريدي قسم موجود للمتطوعين وفي موظف عنه وكل حاجه أوكي. جينا بقى مع بعد حوالي خمس سنين من تطوعي لقيت طبعا ان كل حاجه يمكن هناك المستشفى مجهزه من الاول خالص على الحاجه دي ولقينا كمان المعظم بيجي لها تبرعات وبيجي لها ناس كتيره جدا وعلى مدار السنه لما كلها انا عندهم اوضه كده عامله زي مرسى عندهم مكان وفي بالزبط. وفي ناس متعينين عندهم اللي هو بيرسموا شو بالظبط المكان اوريدي فيه كده فاحنا بن بنروح مستشفى 57 بنعدي كتير جدا على القصر العيني الفرنساوي وبوريش الياباني وبوريش المنيره فانا قلت يا جماعه طب والمستشفى دي عادي ما فيش حد طب يروح لها لما جينا مره بنروح لقينا الناس طبعا بيروحوا مره في المناسبات مره في عيد مره يوم شم النسيم مره في العيد الكبير مره مره في ليله راس السنه يوم الكريسماس بنختار يوم في يمكن تقريبا كل شهر ولا حاجه نروح طب على مدار بقى السنه كلها مين بيعمل مين كده بقى. وتاني حاجه لو بنبدا بقى من نسبة الامل ما ان انا النهارده اخليه يحس انه هو انا باجي لك يوم بمناسبه معينه ده نتالي يفقد اي امل في الدنيا يعني. <applause> <applause> يعني فقلنا طب احنا عايزين نبقى على مدار السنه هناك طب ايه رايكم يا جماعه نعمل فكره ونسمها بدايه حيالي لان احنا بنروح المكان ده احنا وريدي بنحط البدايه وفي ناس تانية المفروض بتكمل هي عباره عن حلقه عمل كلنا المفروض يبقى زي انها حلقه تروس كل ترس بيعمل اللي هو الدور اللي الدور اللي عليه <applause> 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 إيه لان انا لو لقيت نفسي ان انا هعمل كل حاجه لوحدي فمع الوقت هلاقي المشوار طويل قوي يقول يا انا عمري ما هعمله <applause> فبالتالي قررنا نعمل كده رحنا وقعدت هناك يمكن مع مديره المستشفى قلنا لها الفكره بتاعتنا وكده ان يعني احنا عايزين ناسس اقسام للمستوعين في الاماكن اللي ما فيهاش تطوع خالص وبدانا بمستشفيات الحكومه وبالاخص الأطفال بصراحه يعني الدكتوره حبت جدا جدا وكان عندها اوضه زي مخزن كده اديتهولنا وكمان دهنوه كل حاجه وعلّيت عليه يافطه مكتوب عليه قسم المتطوعين وبقينا بقى ننقل احنا خبرتنا على مدار السنين اللي فاتت في المكان ده يعني عملنا احنا ابلكيشن للتطوع وحطينا الاسئله اللي ممكن تخلينا نشوف المتطوع ده يقدر يفيدنا في اي حاجه جوه الفريق بحيث مثلا ما يبقاش حد بيجي خلاص تخصصه ايه او ايه الحاجه اللي هو بيعرف يعملها عشان ممكن يفيد الاطفال مثلا بيها او كده وبالتالي ابتدينا بقى نعمل كده بدانا يمكن ب 20 واحد النهارده احنا وصلنا حوالي 140 واحد هي. اه وكمان يعني ان شاء الله قدام راح هنروح مع معهد الاورام ومستشفى بوليس المنيره وفي عندنا بنات كمان متطوعين في مستشفى بهيه اللي هي بتاعت طبعا سرطان الثدي فابتدأ الموضوع احنا طبعا مش مستشفيات بس احنا في اي مكان خاص بالتطوع هما كجروب يا دكتور ما فقدوش الامل يعني راحوا في مكان ولقوا فيه ناس كتير اللي قرروا هم يروحوا لحته ثانيه ويبنوا ويأسسوا حاجه عشان خاطر يساعدوا اطفال كتير ازاي بقى لو هنطبق ده كمان علينا احنا يعني ازاي آه. الانسان ما يفقدش الامل ويبقى عايش سعيد طول الوقت أو يعني انا الحقيقه بس اسمحي اعلق على اللي هو قالوا ان فعلا في حد ذاته كده ملهم انه يعني لما الناس تطوعت معاه هو مش حاطط قوالب الناس تدخل فيها لا حاطط انه طب مين بيحب ايه فيعمل امتى في وقته عشان الشخص يبقى بيعمل حاجه بيحبها وهو اكيد اول مره انت ابتديت بالفكره كنت مفكر انا بس يعني انت آآ آآ انت قلت كل حد بشوفه قريب يعني او غريب ولكن الحمد لله ان لقيت <applause> كل واحد معجب جدا بالفكره وده اللي آه اداني ده الامل ان اكمل يعني يعني جميل ساعات الواحد يبتدي ده مش هدف كبير ممكن ساعات بيبقى حاطط انه الهدف صغير يلاقي بقى 140 واحد يعني هو نفسه ملم <applause> مل بس دكتوره خدت بالك مصطفى قال ايه؟ آه. انا لقيت ناس يشجعوني ان انا اكمل الرساله بتاعتي آه. فده برضه اعتقد مهم وعايزين حضرتك تكلمينا عليه آه انا انا اشكرك ويعني طبعا يمكن انا كنت محظوظه اسمع الفقره الاولى كنت قاعده ويعني قال حاجات جميله انه في ناس حواليا اصحابي قرايبي بيشجعوني بي بي انا نفسي كمان اشاور على الشخص اللي يعرف يحفز نفسه موتيفيشن <applause> <applause> يعني لانه ممكن حواليا بقى كلهم مظلمين لما حكيتوا الشخص كان بابا صعب بس خاله كان حلو هفترض بقى كمان لا خيال ولا يعني في بعض الناس فعلا الدنيا كلها ربما مظلمه الشاطر يحفز نفسه الشاطر انه ازاي يطلع حاجات حاجات من جوايا يعني يعني يمكن ربنا في في جميع الاديان يعني امشي حاجه دينيه بس بس فعلا انه ممكن الواحد لو اللي حواليه كلهم مظلمين لما بيقعد يصلي لما بيعمل ركعتين لما بي يعني مكان العباده بقى. اه بالظبط انا يا رب يمكن ما حوالياش حد مشجع بس انت تقدر تشجعني في كتب كتير تحفيز الذات ازاي الواحد يعني هو يبقى قادر يمكن دي مهاره عاليه شويه بس مع الوقت الواحد لو هو متضايق بيشجع نفسه لا انا هقدر اعمل حاجه انا هقدر اقوم انا طب ايه امكانياتي سؤال حضرتك، ازاي ان انا ادور على يعني الحاجه اللي انا بعملها كنت مره شفت فيلم كده تحفيزي يعني من الحاجات الكبيره فواحد راجل دخل قال انا هقول لكم هدف حياتكم في خمس دقائق فانا قلت الراجل ده بيهزر يعني خمس دقائق ده الحاجات دي عايزه ساعتين ثلاثه قالوا والعدد كمان كتير يعني 200 ارقام ضخمه يعني قال لهم حالا خمس دقائق هتجاوبه خمس اسئله انت مين قلت سهله دي يعني انت مثلا انا مثلا واحد يقول انا صيدلي انا يعني كل الحاجات يعني انا مين انا شغلتي ايه مهمتي. اه مهمتي ايه طب بتحب تعمل ايه فكل واحد حط الهواية بتاعته طيب إزاي تقدر تنميها يعني إزاي تقدر تنمي يعني ممكن واحد موهوب في الموسيقى بس لو قعد في بيته مش هيعزف معانا هنا ناس دراما يعني ف... يعني عايزة أقول هي موهوبة في الدراما بس راحت تدرس دراما يعني عشان تنمي المهارة بتاعتها خلص الثلاثه دول قال طيب تحب مين انت عندك باشن عندك شغف بمين الناس تساعدهم مين ال, مين فئه عمريه ناس او حاجه زي كده فمثلا واحد يقول انا بحب الكبار بحس الكبار ما عنديش جدود فبحب اتعامل مع الكبار واحد يقول بحب الشباب الصغير واحد يقول احب ايا كان يعني طيب تحب تعمل لهم ايه يعني وعايزه اقول القصه اللي انت قلتها في حاجات كتير قوي من الكلام ده انه انا بحب الفئه العمريه المعينه انا احب أعملهم كذا احب اعمل يعني ازاي ألعبهم ازاي حاجه بهذا الشكل فالراجل قام شابك الخمسه مع بعض قال لك اذا كل واحد خلاص اكتشفنا هدفنا في الحياه انا كذا أنا أنا متخرج من كذا أو بدرس كذا بحب كذا هنميها كذا الناس اللي أحب أشتغل معاهم سنهم كذا هما مين وهعمل لهم إيه وكمان آخر حاجة يعني أضاف عشان يعني تبقى الدنيا كاملة قال كمان المكان طب أنا بحب يعني مثلا أنت هنا ودكتورة ياسمين هقول دكتورة بقى هي خمسة بس دكتورة فالمكان فين يعني أنتوا حطيتوا عينكم على على مكان لأنه برضو المكان مهم يعني ساعات واحد بقى عنده طاقات كتير طب

يعني هدفي في الحياة هعمل ده أنهي مكان ففعلا لقيت الراجل صدق في الكلام بتاعه انه خمس دقايق كل واحد عرف أنا إيه بعمل إيه بحب إيه هطور إزاي هشتغل على مين هروح فين يعني آه قد إيه كان كان متكامل في الحتة دي فقدر إن هو كده يعني, 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 بالمسح اللي ده فالمفروض إن أي حد قاعد يعرف يحدد هدفه بسهولة اه هما الخمس هما الخمس أسئلة و و وبالتالي إنه آه أنا يعني آه مثلا هنا معانا أولى خمسة يعني معانا سنين أولى برضه <applause> يعني فعلا واحد ما هو انا لو انا عارف الوجهه بتاعتي فين يعني هدور على الالات اللي بتوديني في الاتجاه ده لكن لو انا مش عارف انا رايح فين على راي ستيفن كوفي بتاع العادات السبعه الاكثر الناس فاعليه بيقول يعني بما معناه يعني لو انت رايح نو no اني واي كان جو تو اني بليس يعني <تصفيق> 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 يعني طيب. اي طريقه يوصلك لاي حاجه انت مش عارف ازاي رايح فين هركب اترو وخلاص دكتورة نيفين مش دايما الاحباط بيبقى من مشاعر او من كلمه ساعات واحنا بنمشي في الشارع بيبقى في احباط يعني مثلا كباري بتتعمل في مصر الجديده ممكن هيؤدي لحاجه مفيده بعد كده بس بنحبط من الزحمه بنحبط من من الشارع عموما ده بيجي نتيجه ايه وعلاجه ايه انا اشكرك على السؤال ده لانه ناس كتير تفتكر انه الاحباط من الخارج، اصل بيكسروا كباري، اصل طبعا ده دلوقتي البلد بتنهض يعني من خمس ست سنين مكان يعني الواحد بيمشي في الشارع مش بيلاقي كوبري، بيلاقي قنبله، بيلاقي حاجه يعني كوبري شويه تراب، الثانيه كانت مباني بس في واحد يعني يقولوا انت سنتر السعاده عندك فين؟ في واحد يتصور انه الدنيا هي سنتر السعادة يعني الظروف الحاجات الحاجات اللي حواليا ساعات حتى النظر لربنا عفوا بتبقى في شيء من القدر ما هو ربنا بقى هو يعني خلاص اللي عايزه يكون مش ربنا معايا لا انه كما لو كان انا مفعول به فاللي باصص لنفسه على ان انا مفعول به هيحركوني الدنيا هيعملوا فيا هيودوني الحياه اللي ادم ده يعني دي سكه التعاسه يعني الشخص الشاطر هو الفاعل اللي انا هعمل وعلى فكره اكبر دليل على كده كلنا عارفين القصه بتاعت ادم في جميع الاديان يعني ادم الحقيقه كان في احلى ظروف في الدنيا يعني احلى زو... يعني واحد عنده شغل وفي مكان جميل اللي هو الجنه و... وما... وعنده عروسه يعني يا يعني الشباب دلوقتي عشان لا عروسه حاجه صح، يعني عنده كل شيء ومع ذلك لانه باصص للي مش عنده لا هي بقى الشجره هي كل كوم وهي الشجره دي وزعلان على الشجره اللي ما خدهاش، يعني بيدور على اللي ناقصه فكان للاسف قبل الشجره يكاد يكون تعيس مع ان يعني لو احنا عندنا عشر اللي عنده بس كل بس اللي كانت بتدور على الشجره وحاول... <تصفيق> <تصفيق> يعني اللي بيدور يعني بالرغم عنده كل حاجة أنا مش بتكلم بقى على خير وشر أنا بتكلم على إنه كان عنده كل الفرص إنه يبقى سعيد لكن باصص للحتة اللي ناقصة فتعيس يا حرام والشجرة دي تبقى كلها إزاي وإلى آخره في في شخص تاني لا أنا بدور على الحاجة الحلوة اللي في وسط الحاجة الوحشة فزي ما حضرتك قلت يعني قلت مثلا إيه أه لا في كباري بس السكة هتبقى أحلى كنت عايز أخد من كلام حضرتك واسال ياسمين ان آه. في وسط الحالات وفي وسط مثلا اللي هو يدور في حاجات كثيره وحشه اخد منها حاجه حلوه مستشفيات واطفال عيانه وعمليات ودم وحاجات كثير في قصص نجاح في في بادره امل بتشوفوها في الاماكن اللي انتوا بتروحوها دي طبعا لما طفل يبقى داخل مثلا عمليات وهو رافض وخايف فانت تبدأ ان انت تطلع تاخد يعني الطاقة السلبية دي كلها تحولها لحاجة على ورقة مثلا رسمة تلوين مش عارفة ايه فالطفل يتقبل ده احنا كان عندنا نموذج لطفل اسمه نور آه نور كان مقبل على الانتحار يعني كان كذا مرة المستشفى او المدرسة اللي هو فيها بيقولوا انه هو بيعمل حاجات صعبة يعني آه وكان راسب بمجرد ما احنا قعدنا مع نور الفتره اللي كان قاعد فيها في المستشفى ذاكرنا له لانه طبعا الاحتجاز ما بيبقاش بيتابع في مدرسته ذاكرنا له لحد ما طلع بره وكنا بنروح له بيته بره نذاكر له نور نجح نور أفكار الانتحاريه دي بعدت عنه خالص آه نور دلوقتي يمكن احسن بكتير من اللي فات سنه قد ايه آه هو واحنا كان لما رحتوله؟ له آه كان تقريبا 12 سنه اه يعني الانتحار ممكن يجي للطفل عنده 12 سنه أوه. هو كان حالته الاجتماعيه صعبه يعني. <applause> فدي كلها حاجات بتخلينا ان احنا في الاول كل واحد لما بيروح يتطوع او بيبادر في حاجه بيقول والله انا عندي وقت فانا اقدر استغله في حاجه معينه، لكن بعد ما انت بتشوف فعلا ان وجودك بيأثر للحد ده فبتلاقي لا ده شيء الزامي ان انا لازم حتى لو مشغوله افرغ جزء من وقتي. أه كنت عايزه ارجع للبوينت دكتور نيفين يعني اتكلمت فيها وهي الكوميونتي اللي الانسان بيعيش فيه يعني ممكن الكوميونتي بتاعي صغير ما يكونش محفز. بس قد ايه مثلا احنا درجه العطاء العطاء نفسه امل امم اللي احنا اصلا كمتطوعين عايشين فيه هو انت بتبدا في العطاء سلم العطاء ان انت ما بتاذيش حد وبعدين في مساعدات ماديه وبعدين المساعدات المعنويه فما تلاقي مجموعه من الناس مجتمعه ان احنا هنساعد الناس معنويا فالناس دي اصلا جواها لطيف فدول أطبعًا. احنا احنا دايما بنبقى زي وان فاميلي كده كلنا طبعا <applause> طب خليني اسال أه الشباب بس انا عايز اعرف هل في فرق ما بين احلام اليقظه وما بين الامل يعني في خط رفيع ممكن ساعات بنحلم بحاجه وما بتكونش حقيقه يعني بنتوقع ان ده الامل وان ده الصح بس ما بيبقى صح فيبي وقعت في حاجه قبل كده لا يعني حاسه ان الاثنين مش قوي يعني ما دام عندي امل في اوقات حاجات ما كنتش اتخيل انها ممكن تحصل وفجاه بتحصل لا مره حلمت بحاجه وكنت متوقعاها ان هي ده اللي مصدقاها وطلع وهم و لا بصراحه ما عدتش ما يحصل معاكي كده <applause> هو مش بالظبط بس انا بتهيالي الفرق ان الامل ده لازم عشان يتحقق يكون فيه حاجه واقعيه فيه او على الاقل انا احط زي خطه فاقدر احولها لواقع لكن أحلم انا مجرد بس بعايزه هدف بس انا مش عارفه ازاي اوصل له احنا معانا <تصفح> شباب مثالي دايما يعني <applause> هو يمكن زي ما مي قالت هو انا احلم حلم انا اقدر في يوم من الايام اوصل له حتى هو لو حلم يعني انا انا دلوقتي اه يعني يمكن يبقى عندي اي حاجه ممكن توصلني ليه في يوم من الايام يعني انا لو حلمت حلم زي ده اه ممكن ممكن ده يبقى يبقى اعتبره امل آه انما لو حلمت حلم لا يعني صعب قوي ان انا اوصل له مثلا انا انا واحد مصري وعندي 19 سنه مش احلم ان انا ابقى رئيس امريكا اكيد ده حلم <applause> مش هوصل له <applause> عايزين نعرف لازم في شيء من الواقعيه فعلا اوكي عايزين نعرف يا دكتوره في فرق فعلا وهل في مثاليه في التفكير عندنا كشعوب عربيه يعني انا انا فعلا بشكر يعني بشكرك على السؤال لانه ربما الفرق البسيط بين احلام اليقظه والفيجن اللي هو الرؤيه ان واحد بيشتغل يعني زي ما يعني في ناس كتير بتحلم بس خلاص هو انا هحلم كده وان شاء الله الظروف تعملي حاجه اجيل وفيها... لغايه عندي الشغل لغايه اه يعني آه. آه يعني آه لدرجه كان في واحد اسمه لورنس كراب قال اهم حاجه يعني اهم حاجتين الناس محتاجاهم الأمان والإنجاز، يعني إن أنا إن أنا هعمل حاجة، يعني وعايزة أقول يمكن فكرتني قصة بتاعتك وانتي بتقولي حد 12 سنة، أنا مرة كنت في في محل ما، في مكان ما، والمنطقة دي منطقة راقية في مصر يعني، وبعدين دخل واحد 12 سنة سوري، يعني من اللكنة بتاعته سوري ولابس شيك ولابس حلو، وبعدين دخل في المحل بيقول لهم أنا 12 أنا 12 سنة عايز أشتغل فالراجل اللي بيقول له ايه قال اي حاجه انا لفت نظري يعني ده ده مفرو... يعني ده ده بلده اساسا مش يعني هو مش عارف يرجع لها تاني ولا لا يعني احنا برده لازال يمكن البلد معانا يعني آه لا واحد مهجر من مكانه او حاجه وواضح ان هو كمان آه لبسه وطريقته لا حد مثلا مش آه يعني مش آه معوز. متوسط الحال يعني اه, آه يعني وجاي بيدور على شو انا عجبني الولد ده في ثقافه العمل يعني يمكن شوية عندنا في مصر حتة ان انا اشتغل شغلانة بسيطة دي دايما عندنا لا في شغلانات مش, مش بتاعتنا طبعا في الخارج كله الشباب تشتغل في مطاعم في حاجات بيبي سيتر حاجه زي كده م -م. ف... فيعني ان واحد يعمل يعني حاجه الشباب بلاش يعني حرام الاطفال ان احنا نشغلهم 12 آه. سنه يعني انا انا طبعا معاك بالتاكيد انا بس ب... بتكلم انه الهمني وانت بتقولي حد 12 سنه مكتئب يمكن لو كان اشتغل او يعني عايزه اقول اللي خلى 12 سنه ومش في بلده ربما كمان مش واخد عليها يعني ده ده ده, ده بلد غريبه خالص آه. بعتتها فما بال بقى لو حد 16 17 18 لا انا صحيح. هعمل حاجه انا مثلا بعض الناس يمكن ما عندهاش إمكانيات مادية أنه يحقق حلمه. لا أنا أشتغل حاجة صغيرة على ما يعني أوصل لحاجة أنا عايزها. مصطفى وانتم شغالين بقى شغالين مع جهات حكومية. يعني احنا عارفين الجهات الحكوميه في البلد عامله ازاي <applause> <مرحباً. تصفيق> لكن انت قلت حاجه لطيفه جدا في مستشفى بوريش مديره المستشفى كانت متفهمه جدا وقدرت انها تساعدكم لكن هل مثلا مره وإنتوا في رحلتكم دي قابلتوا مثلا معوقات ناس كان فكرها عقيم ناس مش عايزين نساعد طبعاً بشكل يعني واحنا في المكان نفسه المديره كانت معانا بس تعالي بقى في باقي الاستاف او الموظفين اللي بقالهم لهم 10 سنين و20 سنه انتوا بتدوشونا ليه بقى؟ اه وطبعا بقى مدام حنان والناس اللي هاي ايوه الحاجه اللي بقى اكيد في مدام ابتسام لازم في اي مؤسسه لازم يعني فطبعا كانوا بالنسبه لهم مين شويه العيال اللي هيجوا يغيروا دول؟ احنا بقالنا سنين كده وكمان احنا كمان لما دخلنا قلنا للمديره ان احنا عندنا جزئين جزء بقى ورش ترفيه وكده جزء تاني و... وانا بشوفه ان ده مسؤوليتنا كلنا مش مسؤوليه حد لازم يكون شغال ان احنا النهارده الاطفال او الناس اللي شغاله جوه المستشفى دي لما بيجوا ممكن مثلا الاهالي عندهم مشكله وارد جدا بتروح للموظف يقول لك انا مش فاضي وتلاقي مثلا موعدهم من 8 ل 2 طبعا انتوا عارفين طبعا بيبداوا الساعه كام وبيخلصوا الساعه كام يعني تقريبا يعني هو ساعه اه, آه بالظبط فطبعا لقينا ان في مشكله كبيره جدا والدكاتره احيانا كتير جدا بيباتوا يبقى عندهم نبطشيات فبيباتوا باليوم وبالاثنين ففعلا بيبقوا هم حجم المستشفى وحجم عدد الاطفال اللي فيها بيبقوا طبعا مع بالذات مع ان الأهالي كلهم بيجوا معظمهم من اقاليم وكده فبتبقى ثقافتهم نوعا ما ما عندهمش صبر وعندهم كل حق ليه؟ انا بيموت انا مش مش فارق انت بايت مش بايت مش بتاعتي فده ما يبقى الرد احيانا مش مردي مرضي للاهالي وبالتالي طبعا بيحصل بقى دايما بقى خناقات وما وكده فاحنا دخلنا في الحته دي بقينا ايه احنا ممكن يكون عندنا شويه صبر شويه فبقينا مثلا حالة وصل حلقه وصل بالظبط كده بقينا ناخد من الاداره ونقول والله يا جماعه لا ده هو الموضوع كده ابنك لا تمام بس هم ماجلين العمليه عشان واحد بينا نفهمه فلما فهمناه ابتدى يرتاح ودي اللي انا كنت عايز اتكلم نسبة الامل يعني دايما انا شايف ان الامل عمره ما هيكون موجود غير بشويه توجيه ومعرفه يعني إيه توجيه ومعرفه انا النهارده عشان اعرف انا اروح فين لازم محتاج اعرف انا فين انا <applause> انا فين يعني فاحنا المشكله ان احنا عندنا احلام كتيره جدا وعايزين نعمل وبتاع بس أنا مش عارف احنا فين حتى بالنسبة الكباري اللي انتم تعرفوها دايما الناس بتتكلم ليه عشان هما مشكلتهم ان هم في ناس كتير نامت صحي تاني يوم الصبح لقوا حافرين ومش عارف وبتاع مش فاهمين هو ايه اللي بيتعمل فممكن يكون شويه معرفه انا شويه معرفه أه. احنا يمكن لو حد قال لنا يا جماعه ان في كوبري هيتعمل الكوبري ده هيطلع من كذا لكذا وبتاع ده هيدينا امل وممكن احنا كمان والله ننزل نساعد, معاهم أه. هي المشكله في عدم المعرفه عدم معرفة احنا بنصحى الصبح عشر كباري ايه ده وما فيش غير كباري ده دا دايما الناس اللي بتقعد تقول يعني بس لو كل واحد عارف الكبرى ده هيعمل ايه ويوصل منين من لمنين وايه الحاجه اللي هو هيحلها هيبص لبكره هيبص لبكره انا بصراحة... قوي ربط المعرفه بالامل أيوة. يعني حلو قوي برافو عليك يا مصطفى انا بصراحه كان عندي امل ان احنا نقعد اكتر بس <applause> انتوا نورتونا وشرفتونا النهارده ربنا <applause> <applause> يعني دكتور نيفين شرفتينا مي ياسمين <applause> فيبي مصطفى عمر <applause> نورتونا النهارده وطبعا في شباب حلو زيكم كده في امل اكيد يعني <applause> نورتونا جدا <applause> بشكركم جدا ودايما منورينا ونورتونا